شاء الله النهارده هنصور سناتشات فكر وناقش. دلوقتي احنا قدامنا هنا 6 اظرف، كل ظرف موجود فيه سؤال، كل مجموعه لها قائد، القائد ده هو اللي هيجي يسحب سؤال هيرجع لمجموعته هيفكر في السؤال، تمام؟ بعد ما الوقت بينتهي هتفوضوا لي واحد من المجموعه هو اللي هيقوم يجاوب السؤال ويناقش معانا هو حلها ازاي، تمام؟ جاهزين؟ قائد كل مجموعه يجي يفوض يسحب السؤال. ابدا لمجموعتك نفكر في السؤال يا ستة. يلا في أبسط صورة 48 إلى 16 تبقى 3 إلى 1. تمام، 3 إلى 1 في أبسط صورة، برافو عليك. سأقولها ممتازة. مجموعة رقم 3، مجموعة رقم 4، توتو مين؟ سيف. يلا يلا يا سيف اتفضل. تقول ليلى أن النسبتين 5 إلى 2 و 15 إلى 6 متكافئتان، هل توافقها؟ هل توافقها أم لا؟ ولماذا؟ أوافقها. ليه؟ لأن 15 على 6 بتساوي 5 على 2 في أبسط صورة، فكده النسبتين تكون متكافئتين. مسقف مجموعة رقم 4 ممتاز. مجموعة رقم 5 مين فوقته؟ مين عندكم؟ يلا يا عمر. تري كل من أسامة وأخيه تكوين منزل باستخدام عدد من المكعبات باللونين الأزرق والأحمر، فإذا استخدم أسامة المكعبات بنسبة 18 أزرق و 45 أحمر، استخدم أخوه عدد من المكعبات بنسبة 20 أزرق و 55 أحمر، فهل كل منهما يستخدم المكعبات بنسبة متكافئة؟ نعمل 18 على 45 يساوي 20 على 55. هل كده قسم متكافئة؟ لا، غير متكافئة. غير متكافئة لأن النسبتين اللي عنده مش قد بعض، غير متكافئتين. سقف طبعا ممتاز. كويس يا ستة، هنكون انتهينا من النهارده. انا مبسوطة جدا منكم، برافو عليكم.